السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مهم، أنا البارح كنت مسافر، جيت عند واحد الناس هنا لفرنسا الحدود، من بلجيكا جيت هنا لفرنسا الحدود، بيت عندهم. مهم، ما كانش عندي سميتو، ما كانش عندي الانترنت باش نعرف شنو كاين. مهم، نعست عند الناس، تعرضت عندهم، تعشيت، نعست. الصباح كنت فاجئ بان كنلقى بزاف ديال لي زابيل، وكنلقى العائله ديالي، ولد اختي، اخواتاتي كيعيطوا ليا. تقريبا لقيت الميساجر اهدا، لقيت سميتو الواتساب غادي يتفرقع. لقيت لي زابيل بزاف طاح لي في الميساج من النمره هذه ديالي، الناس اللي كيعرفوني هنا، في صحابي والاصدقاء ديالي. لقيت مازال ما حليتش، دابا ما حليت لا انستغرام لا والو. كلشي كيقول يلا رحمك سيرا، واش متي؟ واش واحد كيعيط لي كيسولني واش انت بخير، كنقول له شنو كاين، كيقول لي راه كلشي مخلوع، راه قال لك راك متي، ما عرفت شنو هو السكته قلبيه ولا شنو هو. المهم انا ما فهمت والو، عيط السيد اللي مكلف ليا بالفيسبوك وباليوتيوب، مع انا ما كنعرفش نخدم في اليوتيوب كاع، ما كنعرف نلوح لا فيديو لا والو، ما كنعرف لا يوتيوب، ما نعرف نلوح فيديو، ما نعرف حتى حاجه. قلت له شنو كاين؟ قال لي ودي راه ديك لاباج ديال الفيسبوك راه داوها. داها، وانا عرفت هذاك السيد، عرفت انا هذاك السيد اللي داها. انا في التران دابا. المهم هذاك السيد اللي داها، المهم كان خدام معايا انا في الحال هذه، وبقى بيناتنا شي حاجه، ماشي شي حاجه قليله الفلوس، ما 100 اورو 1000 درهم ولا شنو. قلت له ما عنديش، قلت له راه ما عنديش، صبر عليا، زعما صبر عليا، راك عارف هذا الوقت ما كاين ما يدار، وتا اليوتيوب ما كيدخلش بزاف ديال الفلوس، وعاد هذا عاد هذاك الشهر اللي فات كانوا الدولية من دخلوا لهذاك، دخلوا الفلوس ديال اليوتيوب وخداهم وداك الشيء. قلت له صبر عليا. ومهم ناقشت انا وياه بحال هكا، المهم صافي عادي. ناض هو دا لاباج دابا الفيسبوك مرة، وناض كتب فيها هادشي كامل، خلى العائلة ديالي مخلوعة، الوالدة ديالي مريضة فيها القلب، عندها طونسيو كيطلع ليها، ولد اختي تعيط ليا مع الوالدة مع هذا، ما فاهمين والو، الناس مخلوعة، أنا ما فهمت والو. الصباح نفطر مع ديك العشرة، فطرت. دابا عندنا 12 تقريبا، ديال 12 ديال النهار فطرت عند الناس. خرجت شارجيت التليفون، شارجيت هذا الكاتجي، حليت الكاتجي، لقيت التليفون ديالي غير يتفرقع، ما فهمت والو. انا كنتسنى في التران، قطعت الورقه ديال التران، وخديت روشارج ديال الكاتجي باش ندير كاتجي ولي زابيل، خديتو كي دخلتو بحال هكا، درت الكاتجي غنشوف اشنو طاري. لقيت الدنيا مرونه، ما فهمت والو، ما فهمت حتى حاجه، بحالي بحال جميع الناس، بحالي بحال جميع الناس، ما فهمت والو. وكنعيط للدري ديال اللي مكلف ليا بيوتيوب، كيقول لي لاباج راه كندخل ليها كتعطيني، ما كنبغيش ندخل ليها باش نحيد، باش نسيبريمي هذاك، بغي يسيبريمي غير داك سميتو، يسيبريمي هذاك الخبر، ما عندوش كيفاش يدخل ليها. سيد دا لاباج، وهو قال لي غادي ننتقم منك، ما عرفتش على والو، على 1000 درهم، على 1000 درهم غادي ينتقم مني، ما عرفتش. انسان كتقول له انا ما عنديش في هذا البيريود، يعني هذا من بعد صبر عليا شويه وغادي نصيفطها لك. ينظر هاد الدرجه هادي كلها، خلع الوالده ديالي، شفت الوالده ديالي مرا كبيره مريضه، كيعيط لي ولد اختي الصباح، كنلقاها كيعيط لي، كتعيط لي اختي، كتقول لي شاد هادشي، لان حنا كلنا الليل كله ما نعسناش، وانا ما بيت عند الناس، ما عرفتش شنو ندير، ما عرفتش الويفي ما كاينش، ما
نقدرش ندوموندي الويفي، قلت حتى الصباح ونشارجي 4G ونهضر عادي. ملي جيت دابا شارجي 4G هنايا حدا في لاكار ديال التران، وقلت غادي نطلع نشرب بعدا ناخذ شي قهيوه وناخذ تيكي وعاد نتسنى التران. كنتسنى التران دابا تقلب عليا الدنيا مرونه ضجه، طلعت في التران ما فاهم والو، حالي بحالكم. مش نقول لكم الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق وصافي. الشيء اللي غادي نقول لكم حشومه ان انسان يدير بحال هاد الحوايج هادو على والو، على والو يدير هاد الشيء باش حقا باش ينتقم منك. ما عرفتش انا، ما عرفتش هاد الناس الله يهديهم. ديما انسان ديما تابعيني، ما عرفتش رغم انني المشاكل اللي عندي مشاكل ديال الدنيا وديال الدين عندي، غير ما كنبغيش نهضر، ما كنبغيش نقول كل شيء شنو عندي وما عرفتش. المهم ما انا ما فهمش، حالي بحالكم ما فهم والو. المشكله اللي عندي هي الوالده ديالي، مراه كبيره مريضه، عندها طونسو، عندها القلب، عندها المعده، عندها كل شيء. يعني اش نقول لكم، يعني ما عرفتش هاد الناس هادو. الوالده ديالي اي اول وحده تقدر تموت قبل مني، قبل ما نموت انا، والاعمار بيد الله. يعني السيده مسكينه كلها مدقدقه، كلها مريضه، عندها بزاف ديال الامراض. والمشكل في هاد الشيء كامل، يعني انا الوالده ديالي دائما حفظ الله دائما كنتواصل معها في وهذاك النهار البارح ما تواصلش معها، يعني ما البارح ما تواصلش معها، وهي دائما كنتواصل معها في الواتساب، يعني في اما فيديو اما المهم كنهضر معها ديما. والبارح مع عند الله ما تواصلش معها، و حتى كنسمع هاد الاخبار هادي بحالي بحالكم، من دايخ دابا ما عرف ما نقول، متفاجئ، ما عرفت ما ندير. يعني هاد الناس ما كيخافوش الله، ما تيخافوا الله لا عبد ولا والو. اش نقول لكم، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. يعني الاول وحده اللي غنخاف عليها هي الوالده ديالي، هي اللي كتهمني بزاف. الناس اخرين كاين غيقول كاين ولا ما كاينش، واش صح ماشي بصح، لان شحال ما شفتها، هادي 3 سنين غادي في 4 سنين دابا ما شفتهاش. مانيش شفتها ملي جيت، ملي جيت من المغرب. اش نقول لك، الله يطول في عمرها والله يخليها علينا، وهادشي اللي غادي نقول لكم. المهم الله يهدي ما خلق، والناس ما كيراعيوش المشاعر ديال الناس الاخرين، وما كيراعيوش المشاعر ديال العائلات وديال لي فامي وديال الوالدين. كاين انسان كيخرج اشاعه علاش على والو، انك عندك معاه شي مشكل بسيط اولا كيتسالك شي حاجه اولا هذا، وكيخرج اشاعه كيخلي الناس كلها مقلوبه، شي مناعش، شي مريض، شي متسائل. الناس ساكن، كاين الناس كيبغيو، كاين الناس كيحبوني، كاين الناس مخيفين عليا، كاين الجمهور اللي كيبغيك، وكاين حتى كاع اللي ما كيبغيكش ولا كيكرهك ولكن ما يبغيش لك الموت، فهمتي. انا دابا يلاه ما فاقي عرفت والو، يعني يلاه غندخل نشوف الانستغرام، عاد غادي نشوف هذا الفيسبوك، واخا ما عنديش فيسبوك حيدته، عاد غندخل نشوف الناس. دابا انا لحد الان ما فاهم والو، بحالي بحالكم.